قافلة الهدى الدعوية. هل سمعتي بتلك اللؤلؤة التي تدعى أم شريك، التي كانت من أوائل من أسلم هي وزوجها؟ تعالي واسمعي ما تقول، أرعي لها السمع. تقص لك قصتها بنفسها، تقول: لما أسلمت سمعت من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: من دعا إلى خير أو هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأرادت أن تكتب في صحائفها الأمم، وأرادت أن يكتب في صحائفها أناس حتى يثقل ميزانها عند رب الناس. فتسللت إلى البيوت وتقول لهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله تفلحوا. تتسلل إلى بيت فلان تقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله تفلحوا. وما هي إلا أيام حتى شاع الخبر وظهر الأمر أن تلك قد بدلت دينها. تقول: فدخل علي أهل زوجي وفي أعينهم الشرر، يزمجرون ويرتعدون ويزبدون، قالوا لي: لعلك على دين محمد. تخيلي مسكينة ضعيفة يدخل عليها أقوام يهددون بهذه الطريقة، مسكينة: لا وربي أنا وأنتن المساكين. قالوا لها: لعلك على دين محمد. فقلت: نعم، إي والله إني لعلى دينه بكل عزة وثبات. قالوا: لا جرم ولا ضير، والله لننسينك حلاوة الدنيا. فخرجوا ومكثوا غير بعيد، فجاءوا وقيدوني وحملوني على جمل هو أشر ركابهم وأغلب، ثم خرجوا بي إلى الصحراء، فإذا كان في عز الشمس وفي أوج حرها ضربوا أخبيتهم وخيامهم وتركوني على ظهر ذاك البعير مقيدة هناك أعاني ما أعاني. فلو رأيتها وهي مقيدة هناك، الموت يلوح بين ناظريها في كل حين، ما صبرها على ذلك إلا ليرضى رب العالمين. الشمس بحرها أخذت منها كل مأخذ. تقول: فلما مر اليوم الأول ظننت وأيقنت أنه لا يدركني اليوم الثاني، فأحياني الله جل وعلا لليوم الثاني وفعلوا بي ما فعلوا. كانوا لا يسقونني الماء، كانوا يقدمون لي الخبز والعسل ويمنعونني الماء، حتى جف مني الريق، وحتى رأيت الموت بين ناظري تتلفت بعينيها وتتمنى بقلبها عل يدا حانية تسقيها شربة ماء، تبل بها عروقها وتسقيها. قولي عن مشاعرها ما تقولين، ظني بها ما تظنين، لكن حالها على غير ما نظن لسان حالها. فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى لنا وليت الذي بيني وبينك آمر، وبيني وبين العالمين أخرار. إن صح منك الود، إن صح منك الود يا غاية المنى. تقول: إن صح منك الود يا رب، إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. تقول: لما مرت علي الأيام تلو الأيام وجاء اليوم الثاني، بدأت أفقد سمعي وعقلي وبصري، وكان اليوم الثالث فأيقنت حق اليقين أني ألاقي رب العالمين وأني لا أدرك الشمس اليوم التالي. وبينما هي على هذا الحال قالت: فأتاني أهل زوجي ولا أكاد أفهم ما يقولون، لكن مما سمعت أنهم قالوا:
اتركي دين محمد وما أنت عليه، نفك عنك هذا البلاء. تقول: فأردت أن أحرك شفتاي فلم تتحرك، أردت أن أنطق بلساني فلم ينطق، أردت أن أرفع يدي أن أفتح عيناي فلم يطعني، إلا أني لما هممت أن أرفع يدي إذا بها كأن عليها الجبال، ولكنها تزحزحت وارتفعت بحول الله وقوته. قالت: فرفعتها حتى أشرت إلى السماء مشيرة أنه لا إله إلا الله فافعلوا ما شئتم. وبينما هي على هذا الحال، والعطش قد بلغ منها كل مبلغ، وسياط الشمس بأشعتها التي كادت أن تذوب الصخور من شدة حرها، وهي مقيدة على ذاك البعير الذي كاد سنامه أن يقسم ظهرها، تعلم أن الغمسة في الجنة تنسي بلاء السنين. تقول: بينما أنا على هذا الحال، إذ بي أحس ببرد دلو على صدري، ما هو إلا قليل إلا وأسقيت منه جرعة ثم نزع، وما أن ابتلت مني العروق وبدأت تدب في الحياة، وعاد إلي شيء من سمعي وشيء من بصري، فنظرت فإذا بها كالغشاوة على رأسي، وإذا بدلو معلق بين السماء والأرض. ثم تدنى مرة أخرى فأسقيت منه جرعة ثم نزع، ثم أسقيت منه جرعة ثم نزع، ثم سكب علي ماء باردا كأنه الجنة على رأسي وثيابي. تقول: فجاء أهل زوجي، فلما رأوا قطرات الماء تقطر من على ذاك البعير وتبل الثرى، قالوا: ويحك يا عدوة الله، من أين لك هذا الماء؟ فتحرك لساني ونطقت شفتاي، فقلت: عدو الله غيري، عدو الله من خلقه الله وأنعم عليه الله ثم عصاه، عدو الله غيري من اتخذ غير الله إله. قالت: فانطلقوا إلى قربهم هناك ينظرون من الذي فتحها وأعطاها، فإذا بهم هناك يجدون الخبر اليقين، فوجدوا القرب موكوءة لم تفتح ولم تمس، فرجعوا يهدون الخطى ويتمتمون بألسنتهم. فلما وصلوا إلي قالوا بكلمة واحدة: والله إن الذي سقاك في هذا الموضع يوم أن منعناك الماء لهو الإله الحق، نشهد أن لا إله إلا الله. فتعالت الأصوات والتكبيرات وارتفعت الأيادي مشيرة إلى أنه لا خالق إلا الذي رفع السماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانه، ما ابتلاها إلا ليعافيها، ولا أخذ منها إلا ليعطيها. ابتلاها 3 أيام بلياليهن حتى يكتب في صحائفها ألوف مؤلفة: هل تعلمين من هم الذين أسلموا؟ هؤلاء من المهاجرين الذين قال الله عنهم: رضي الله عن المهاجرين. والله منهم من قطع في سبيل الله، ومنهم من قاتل لإعلاء كلمة الله، ومنهم من سجد يبكي من خشية الله، ومنهم من تصدق لله، ومنهم من أعطى لله. والله ما خطوا خطوة ولا تحركوا حركة، ولا أسلم من ذرياتهم من أحد، إلا يضربون في صحائف أم شريك كلهم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكم اهتدى على يديك من امرأة، وكم نصحت لهذا الدين، وكم وقفت لرب العالمين. دللنا الناس على محلات التخفيض وعلى أجمل الفساتين والمنتزهات، فكم وقفنا لهذا الدين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، فعلى ماذا صبرنا؟ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كأولئك، فانظري إليها، سبحان الله، ما أقوى شخصيتها. أي شخصيات تلك؟ أي نساء أولئك النسوة؟ والله كذلك الحياة وإلا فلا، كذلك الحياة وإلا فلا.